ونعود إلى الفريق به ويونس شلبي. يونس فيلم غنوة. غنوة أم كلثوم. ثلاث كلمات. ثلاثة. اللي في الأولانية. الأولانية. ال على من لم زائد خطوة نقل قال مشي جنب جوار جنب عدى عدى فات لا مر لا طب هات التاني قول التاني سبعت قول التاني قول التانية قول التانية ها مدرس معلم واحد معلم لما انا المعلم لا معلم علمني 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 جرس جرس اول دقيقه الكمبيوتر الثالثه علموني الكمبيوتر اول دقيقه الكمبيوتر ليه؟ علمني لا الليل لما اخلي علمني ايه علمني العمر علمني علمني القمر فاضل الدقيقه الثانيه الليل ليلي فرحان سهران سهران سهرانين السهران لا سهران السهر علمني السهر لا علمني السهر أيوه. علمني السهر الاولى الحب علمني حبيبي علمني أيوه. تعالى البعد البعد علمني السهر انت البعد علمني السهر احدى اغنيات السيده ام كلثوم واجابه صحيحه ودركتين للفريق به علشان يتعادل مع الفريق الف وتصبح النتيجه 11-11 ونعود الى الفريق الف ومره اخرى نبدا من الاول واحمد ماهر يلا جميلة مسرحية كلمة واحدة ألف ولا بتاعت مين بس قول لي بتاعت مين نقطة طلقة نقطة ايه دي نقطة قول لي بتاعت مين بس قول لي الغرز قول لي بتاعت مين مفيش ألف لام قديمة ولا جديدة اديني أول حرفين من حقك أيوه أول حرف ايه دبابيس مسرحية استعراضية من بطولة إسعاد يونس ووحيد سيف ومن إخراج جلال الشرقاوي إجابة صحيحة وثلاث درجات للفريق ألف